وثالث الملفات وآخرها للمرة الأولى منذ عام 1976 ستطلق روسيا مركبة فضاء إلى القمر، وهو ما أعلنته وكالة الفضاء الروسية. الوكالة قالت إن إطلاق مركبة الهبوط لونا 25 التي تزن 800 كيلوغرام سيتم في 11 من أغسطس آب الحالي في تمام الساعة 11 ليلا وعشر دقائق بتوقيت غرينتش. رحلة لونا 25 نحو القمر ستستغرق وفق الوكالة ما بين 4 أيام ونصف وخمسة أيام ونصف قبل أن تهبط المركبة في منطقة وعرة قرب القطب الجنوبي للقمر. وتقول وكالة الفضاء الروسية إن مهمة لونا 25 ستستغرق عاما على الأقل، ستنصب على أخذ عينات من التربة وتحليلها وإجراء أبحاث علمية على المدى الطويل. أيضا المهمة الروسية الجديدة نحو القمر لم تخلو من الأبعاد السياسية وعامل التحدي، إذ أنها جاءت بعد إعلان وكالة الفضاء الأوروبية أنها لن تتعاون مع روسيا في إطلاق لونا 25 ولا حتى في المهمتين المستقبليتين 26 و27، وذلك بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. في هذا السياق أعلنت موسكو أنها ستواصل مشاريعها الفضائية وتغير معدات وكالة الفضاء الأوروبية بأخرى روسية الصنع. وليس بعيدا كذلك عن السياسة تأتي عملية إطلاق المركبة الروسية إلى القمر في إطار رغبة موسكو في تعزيز تعاونها الفضائي مع الصين وسط زخم كبير تشهده علاقات البلدين في مجالات عدة. لنعرف أكثر عن لولا 25 من واشنطن ينضم إلي لؤي البسيوني المهندس في مجال الفضاء والصواريخ. أهلا وسهلا باشمهندس. سؤالي الأول لك عن عودة روسيا إلى القمر وهذا المشروع الذي تقول إنه خاص وأسمته العودة للبقاء، ما سبب العودة وما تفسير التسمية؟ طبعا هو السبب، اول حاجه شكرا على الاستضافه. طبعا هو اول هدف انه يعني هو التسميه، طبعا يعني حطت ابتسامة على وجهي، يعني انه لانه معظم الرحلات الجديده بالنسبه من الولايات المتحده هي العوده للبقاء، لانه في المخطط المستقبلي انه حيكون في تقريبا يعني نحكي مستعمره، انه الهدف انه البقاء على سطح القمر بشكل دائم والبحث او الاستكشاف الفضاء من عن طريق القمر. فطبعا اللونر يعني هي المركبه يعني لاندر، هي روبوت بيعمل بحث في التربه بحيث انه يلاقي وجود مياه لاسباب اخرى غير الاسباب يعني البحث عن حياه، لان الميه بتتقسم الى اكسجين وهيدروجين، فممكن استخدام الميه كوقود في لاطلاق هذا ما يدعى صواريخ. بالماء المراوغ سيد بسيوني؟ لا هو يعني اي ماء، يعني هو الماء تكوينه الاساسي اللي هو الماء الاكسجين والهيدروجين. فطبعا يعني معظم الصواريخ اللي بنطلقها على الفضاء في يعني في داخل يعني بعد ما نطلع من المجال الجوي الارضي بيستخدموا الهيدروجين كوقود مع الاكسجين بحيث انه تعمل النظام يعني الضغط بحيث انه يعني ممكن نوصل المريخ، وهذا السبب. فطبعا هلا في مخطط، يعني هو هلا يعني هذا مش بس يعني روسيا، يعني التحدي اليوم يعني هلا عندنا يعني دخلوا بعثوا لاندر، يعني عندك الامارات، الهند بعثت واحد قبل يعني اسبوع، اليابان مخططه كمان يعني الشهر القادم تبعث، فكلهم ببحثوا بحيث انه ممكن انه يعني حيكون في تقريبا مستعمرات بيلد مستعمرات او قواعد على سطح القمر تعمل ابحاث كيف ممكن. استاذ لؤي انا متعاطفه مع القمر، اتمنى لو يتركوه لشانه، ولكن كما ذكرت الهند يعني ايضا اطلقت مهمتها. وسائل الاعلام الروسيه تروج بان لونا 25 ستكون اول مركبه فضائيه تهبط على القطب الجنوبي للقمر، ولكن مهمه الهند شاندريان 3 ايضا هي يفترض أن تصل إلى القطب الجنوبي، فهنا بين الترويج وبين الحقيقة، من سيهبط لأول مرة على القطب الجنوبي للقمر، الروس أم الهند؟
يعني الهند هم يعني اوريدي سابقين الروس، فاحتمال الروس هلا تتسابق مع الهند بحيث انه توصل، بحيث يعني طبعا المهمات هاي طبعا دائما صعبه وفيها خطوره، فطبعا يعني بحيث يعني اذا فشلت الهند بالوصول يعني ممكن الروس يسبقوهم. طبعا هو القطب الجنوبي برضه من القمر، يعني هذا نفس المكان اللي حيروحوا عليه الارتمس، ويعني امريكا المخطط انه يروحوا هناك وبناء قواعد هناك، فطبعا حتصير يعني القمر كبير طبعا، فيعني ما يعني يعني ما اعتقدش انه تكون في نفس المنطقه يعني. ما أو بعدين في قوانين دوليه بحيث انه يعني حسب الملكيه القمر ويعني ملكيه في الفضاء، فطبعا هذه يعني عليها اشياء من الامم المتحده. ف يعني طيب أستاذ لؤي، جيد أنك تعمل في مجال الفضاء والصواريخ، وهل برأيك يجب على السياسة أن تكون عائقا في تعاون بين وكالات فضاء في مهمات كهذه؟ وهنا أتحدث عن إعلان وكالة الفضاء الأوروبية إيقاف تعاونها مع روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا. يعني هل هذا صحيح في سياقه العلمي والبحثي تعتقد؟ والله انا اعتقد انه هذا شيء يعني خطر، يعني مش خطا يعني تماما، لان انا بطلع على يعني لما بدينا العلاقات ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده في الماضي، لما كان يعني بعهد الرئيس كينيدي، اللي بحيث انه التعاون في مجال الفضاء، ويعني رغم انه كان خلافات كبيره ما بين الاتحاد السوفيتي والغرب في هذاك الفتره، كان في تعاون كبير ما بين فرنسا والاتحاد السوفيتي من ناحيه البحث في الفضاء، البحث العلمي، فطبعا هذه اشياء تضر البحث العلمي طبعا، لانه يعني هي المنافسه جيده، لان المنافسه حتخلي زياده الاستثمار في المشاريع هذه ويعني تساعد، بس في نفس الوقت يجب يعني انا يعني رايي الشخصي انه نشارك في العلوم والمعلومات اللي بنبحث عنها. يعني معظم الاعمال اللي تعمل فيها ناسا، يعني معظم العلوم والاستكشافات اللي بيستكشفوها يعني موجوده للعامه، باي يعني اي علماء ممكن يبحثوا فيها من اي من كانوا، لانه الهدف منه انه احنا الاستكشاف من اجل البشريه جمعاء، يعني مش انه بس طيب اعذرني لمقاطعه، سؤالي الاخير لحضرتك، الهدف المعلن لمهمه لونا 25 تطوير تقنيات الهبوط، فحص الهيكل الداخلي للقمر، واستكشاف الموارد بما في ذلك ما سمي بالماء المراوغ. بالنسبه لان روسيا يعني غابت 50 عاما على استكشاف القمر وهذا النوع من المهمات، هل لروسيا القدرة على القيام بهذه المهمة وتحقيق هذه الأهداف؟ والله واحنا بنكتشف ساعات انه لما نرجع، هم كان عندهم قدره في الماضي كاتحاد سوفيتي، وطبعا نزلوا على سطح القمر، فطبعا في يعني ممكن يواجهوا صعوبات، لانه طبعا يعني مش نفس العلماء يعني مش موجودين اليوم، والتكنولوجيا طبعا اختلفت، فيعني ممكن يصعب جدا، يعني في اشياء ممكن كثير اشياء ممكن تحدث يعني خطا، هم طبعا التكنولوجيا الروسيه من اطلاق الصواريخ طبعا تعتبر يعني شغل يعني من الاعلى في العالم، حتى يعني الولايات المتحده كنا نستخدم محركات روسيه فتره طويله لحد ما طلعت سبيس اكس، فطبعا يعني انه يعني ما عنديش اي شك انه عندهم امكانيه وعندهم علماء وعندهم القدره. طبعا هم بس هذه لما ترجع على شغله بعد 50 سنه، يعني ممكن يكون في عندك يعني اشياء يعني نسيوها، او ممكن يستخدموا تكنولوجيات جديده ما استخدمت في الماضي، فطبعا ممكن هذا ياثر على يعني على يساعد يعني ممكن يساهم في فشل المهمه، فطبعا هذه هم يعني مجرد محاولتهم، يعني اهم شيء انه هي امكانيه الهبوط، لانه طبعا يعني انه كيف تهبطي وتعرف يعني هذا كله يعني في توقيت معين، وقتش ممكن احد يشعل المحرك الصاروخي بحيث انه ينزل ببطء، وبعدين تنزل المركبه من الحامل المركبه، فطبعا يعني في دائما يعني في كذا يعني في كذا سلسله من الاشياء لازم تحدث، يعني كل مره لازم تحدث على الصح، فطبعا في كثير خطر في المهمة هذه، طبعا هذا حيساعد على التقدم في المراحل في الرحلات القادمة. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن لؤي البسيوني، المهندس في مجال الفضاء والصواريخ.